مع شروق الشمس في هذه القرية يتجمع الأطفال حول ما جمعوه من حطب للاستدفاء. يبدأ هؤلاء الأطفال يومهم في قرية كالوشي بدروس حفظ القرآن الكريم برفقة معلم القرية. طريقة تعليم قديمة ورثها أهل القرية عن أجدادهم، فالسكان هنا نادرا ما يتخلون عن أسلوب حياتهم الذي يمتد مئات السنين، وتكاد عادات أسلافهم وتقاليدهم تكون شيئا مقدسا في هذه المنطقة. للإبل والخيل والحمير مكانة مرموقة، فهي الواسطة الوحيدة للترحال، كما يستفاد منها في تأجيرها إلى المزارعين في المناطق المجاورة. زرع ما في ده. في قريتنا لا توجد زراعة، فنذهب قرب بحيرة تشاد في موسم الحصاد، نؤجر ما لدينا من دواب للمزارعين هناك. تساعد الجمعيات الخيرية هؤلاء الأطفال وأسرهم في مواجهة أعباء الحياة، فالنشاط الأساسي للسكان هذه القرية والقرى المجاورة لها هو رعي الإبل، ولذا فهم يعتمدون في حياتهم على المساعدات. ليس لدينا ذرة ولا زيت ولا سكر. نعم الآن حصلنا على شيء بسيط من الصليب الأحمر، لكنها لا تكفي. قولوا لهم إننا بحاجة إلى كميات أكبر. للنساء هنا الدور البارز، يحتطبن ويحضرن الطعام ويربين الأطفال على مواجهة الحياة. أما الرجال فمهمتهم الوحيدة هي رعي الإبل وسقياها. شظف العيش أجبر بعضهم على الهجرة من هذه المناطق إلى المدن، وما يزال البعض الآخر صامدا هنا يواجه مصاعب الحياة حفاظا على أرض الأجداد. فضل عبد الرزاق، الجزيرة، كالوشي، غربي تشاد.